السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في فيديو مختلف زي ما عملنا في فرع الرياضة التطبيقية. نعمل فرع الرياضة البحتة، هو إزاي بتحل امتحان البحتة عن طريق الآلة الحاسبة. هل الآلة الحاسبة يا باشمهندس أسئلة واضحة أو من بداية الفيديو عشان يعني إيه نبقى صريحين مع بعض، هل الآلة الحاسبة بتحل كل الامتحان؟ أكيد لا. طبعا أي فيديوهات بتقول لك بتحل الامتحان كله، مفيش الكلام ده. تاني حاجة باشمهندس، هل كل أنواع المسائل مثلا، يعني مثلا بنتكلم عن النهايات، هل كل أنواع النهايات هتنفع؟ أكيد لا، في نهايات فيها رموز كتير جدا مش هتنفع، في زي الاتصال ونهاية الدالة مجزأة المجال برضو مش هتنفع إلا لو الطرفين معرفين بأرقام. طبعا لو في مجالين مش هتنفع، ولكن هتساعدك إن أنت تنجز حاجات كتير جدا، ممكن تتأكد من إجاباتك بأمر الله. طب أنت باشمهندس زي الفيديوهات اللي على النت كده هتقول لي النهايات بس؟ أقول لك لا، النهاردة هنتكلم عن النهايات، هنتكلم عن المعادلات الأسية والأسس الكسرية، هنتكلم عن اللوغاريتمات، هنتكلم عن المقياس. كل ده باشمهندس بإذن الله هنعمله النهارده بأمر الله عن طريق الآلة الحاسبة. فيديو تعليمي ليس إلا، لا يغني إن أنت لازم تبقى فاهم المنهج بتاعك كويس جدا جدا، لازم تعرف الطريقة اليدوية وبعد كده تلجأ للطريقة دي عشان لو أنت عايز تنجز في وقت الامتحان أو تحل بسرعة بأمر الله أو تتأكد من الناتج بتاعك. تعالى نتكلم عن النهايات بأنواعها، الخمس دروس الأولانيين أو خلينا نقول الأربع دروس بقى، اللي هو نهاية الدالة جبريًا، وعندنا نهاية الدالة عند الملا النهاية والنظرية البعض القانون، ونهاية الدالة المثلثية. كل دول هنعملهم بالآلة الحاسبة مهما كان شكل النهاية، بشرط ما يكونش فيه متغيرات كتير في النهاية. يعني متغيرات كتير يعني رموز مثلًا بقى، ومثلًا بيعتمد على أنت عارف الناتج والكلام ده. طيب سؤال زي الأول ده، تعالى كده نتعامل مع سؤال كده بالطريقة التقليدية ونشوف الآلة هتعمله إزاي. يعني مثلا بيقول لي نهاية لما سين تقترب من التلاتة، لو عوضت تعويض مباشر بإذن الله صفر على صفر. بص معايا عشان أقول لك برضو إن الناتج صح. هنبدأ نحلل البسط ونبدأ نحلل المقام، تمام؟ طبعا دي سين تربيع هنحللها تبقى سين في سين، الأخير موجب الإشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم ستة مجموعهم خمسة، اتنين في تلاتة. سين تربيع ناقص تسعة اللي هي سين زائد التلاتة في سين ناقص التلاتة، هنطير دي مع دي، هنعوض عن السين بتلاتة يبقى تلاتة ناقص اتنين اللي هي واحد، والمقام تلاتة زائد تلاتة ستة. خدنا قد ايه؟ دقيقة. ماشي، تعالى كده نشوف بالآلة يا باشمهندس. خلي بالك دي مسألة سهلة، لما انت هتشتغل بعد كده على مسائل صعبة، ركز بقى معايا عشان الكلام اللي هنقوله مهم. دي الآلة. طبعا طبعا في فيديو النهاردة كله لازم يبقى عندك زرار الكالك ده، في بعض الآلات مفيش فيها زرار الكالك فده ما ينفعش، يبقى ده أهم زرار هنشتغل بيه النهاردة اللي هو زرار الكالك. بص معايا، اول حاجه عشان انت لو عندك اي مشكله في الاله يا ريت تعمل معايا اللي انا هعمله ده. هعمل ايه؟ هتضغط شيفت ورقم 9، تمام، ظهر لك كبير، هتختار رقم 3 اللي هي اول، وتقوم عامل علامه اليساوي، اليساوي اللي هي اس، تضغط يساوي وشكرا على كده، اضغط الاي سي. دي يا ريت تعمل اول خطوه عشان لو في اي حاجه متخزنه هتطلع لك الناتج غلط. بص يا باشمهندس، انا عايز اكتب الشكل ده، ادي شرطه الكسر. السين دي بتتكتب على الآلة بطريقة سهلة جدا، بتضغط زرار الألفا والقوس اليمين يقوم كاتب لك إكس، يبقى إكس اللي هي السين. طب أنا عايزها تربيع، اتعمل عادي جدا، هي تربيع ناقص خمسة سين يبقى خمسة ألفا إكس اللي هو ألفا القوس اليمين زائد ست، الكلام ده على سين تربيع اللي هي ألفا إكس تربيع ناقص تسعة. أنا كده كده كتبت المسألة بتاعتي يا باشمهندس، خلاص كلام جميل جدا. أنا دلوقتي عايز أحسب قيمة الإكس، تمام؟ احنا عارفين معنى النهايات، معنى النهايات ان العدد ده بيقترب من 3 انما مش بيساوي 3. فبص يا باشمهندس عشان احسب القيمه هضغط كالك، لو انا ضغطت 3 ما النهايه تطلع صفر على صفر غير معرفه. يعني بص انا لو كتبت احسب عند السين ب3 وضغطت يساوي هجيب لي ماس ايرور، يعني انت صفر على صفر كميه غير معينه، فانا اكيد مش هكتب 3. يبقى دي الداله اهي، هكتب كالك اهو، هكتب مثلا 3 واقوم عامل زرار العلامه واقوم عامل شويه اصفار كتير كده واقوم عامل واحد مثلا، يعني انا بقول له احسب لي دي لما هي 3 ورقم كبير جدا يعني كانها بتقرب من ال3، واقوم ضغط يساوي فطلعت لي بواحد على 6. تمام. طب انا مطلع النهايه بكام؟ بواحد على 6 بس. اه والله ده ايه الجمال ده يا باشمهندس، بس كده. مهما كانت صعبه بقى، طبعا مهما كانت صعبه ولسه جاي لك بقى الضرب في المرافق والقسمه التركيبيه، فكل ده هينجز معاك. تعال نشوف رقم 2. طبعا دي نظريه 4 او القانون، تمام، احلها لك برضو بطريقه سهله. ادي س زائد 2 الكل اس 5 ناقص ال 32 اللي هي 2 اس 5 على س. طبعا دي متظبطه فالناتج اس البسط اللي هو 5 في العدد اللي بره 2 وقلل من اس 1 يبقى 4، يبقى 5 في 2 اس 4 اللي هي 5 في 16 ب 80. طب
طب ما تيجي نكتبها على الآلة يا باشمهندس، عايز تعملها كده على الآلة كده؟ انت بص بقى معايا، هفتح قوس، ادي الفا القوس اليمين زائد 2، قفلت القوس، الكلام ده اس 5 ناقص ال 32 او 2 اس 5 مش هتفرق، على الفا اكس. هضغط زرار الكالك، انا عايز هنا السين بتقترب من الصفر، يبقى انا عايز عدد قريب من الصفر يا باشمهندس، فممكن اعمل علامة وشوية اصفار كتير كده مثلا، واقوم كاتب في الاخر واحد اللي يساوي. طلعت الرقم ده ما تتخضش، اضغط اس دي. 80 و1 من 100، انت هتلاقي في الاجابات 80. هي ليه طلعت 1 من 100 ما طلعتش مظبوطه زي السؤال اللي فات يا باشمهندس؟ عشان احنا بنختار قيمه تقريبيه، فانت كل ما الرقم بتاعك يقرب فبيظهر لك قيمه تقريبيه خالص. فهي 80 و1 من 100 اللي هي 80، خلاص فكده اتحلت. طب تعالى نشوف اللي بعده بنفس الطريقه بقى، ما عدتش عامل لك خطوات بقى يا باشمهندس، يلا بينا. يلا ادي يا باشمهندس قوس، ادي الفا اكس زائد 2 كله اس 4 ناقص 81، الكلام ده على الفا اكس ناقص الواحد. خلي بالك دي عشان تحلها بنظريه 4 ل 3 اس 4 وتخلي المقام س زائد 2 ناقص 3، يعني تحويله كبيره، فانا هحسب هنا ببساطه بقى، هعمل له كالك. احسب عند فين يا عم؟ يا بتقترب من الواحد. طيب ممكن اكتب واحد وشويه اصفار كتير كده، واقوم كاتب في الاخر واحد، واقوم اللي يساوي الرقم ده ما تتخضش منه 197، يعني النهايه دي ب 180 بس. انت هتلاقي في الاجابات اصلا 108 ما تتخضش. طب لو مثلا عملت كالك، الواحد ده ممكن اكتبه كده شويه تسعات كتير خالص، وفي الاخر 8 مثلا، ومضغط يساوي 108 اهي بالظبط يا عم، ولا تزعل. انت فهمت الفكره؟ احنا بنختار رقم قريب من القيمه اللي موجوده، لو طلعت لك كسر عادي جدا قربه، مفيش ادنى مشكله. خلاص شايف المسائل بتحل بسرعه ازاي؟ تمام. يبقى انا كده مش بضحك عليك بقى وبقول لك كل النهايات، لا بعض النهايات، ولكن معظم المسائل في المنهج هتلاقيها بتتحل معاك. تعالى كده نشوف دي يا باشمهندس، بيقول نهايه لما س تقترب من واحد، ادي جميل، انت هنا هتحلل المقام ده وبعدين توحد المقامات وبعدين تطرح البسط وبعدين تشتغل ليله كبيره. تعالى نعملها كده، ادي واحد على الفا اكس ناقص الواحد، هنا ناقص 3 على الفا اكس تكعيب ناقص الواحد، ده الشكل اهو. تمام، انا عايز احسب كالك، قال لك هنا السين بتقترب من الواحد، طيب ممكن اعمل ايه؟ قلنا ممكن كده شويه تسعات كتير وفي الاخر مثلا 8 يساوي، طلع لي ان هي بتقرب من الصفر، يبقى ما حسبليش القيمه. طب هل هي قيمه النهايه دي بصفر؟ اعتقد لا. طب لو حصل معاك مشكله زي دي عادي جدا، ممكن بص تعدل تعديل بسيط، يعني ايه؟ ما تيأس، هتطلع معاك باذن الله الاله، بس في المود ده بالذات بيبقى في بعض المشاكل الصغيره. طب انت عندك واحد وشويه اصفار كده، واحد في الاخر مثلا، طلع له برده صفر. طيب هنعمل الحركه بقى دي، شيفت كلير 3 يساوي، انا شغال معاك اهو، هنكتب تاني معلش، ادي واحد على الفا اكس ناقص الواحد، هكتبها سريعا بقى، ناقص 3 على الفا اكس اس 3 ناقص الواحد، وبعدين هعمل كالك، واحد علامه شويه اصفار كتير واحد اهو. طيب هي مصرة ان هي صفر. طب تعالى نحسب عند اي رقم مثلا، عند الاثنين عشان يطلع لي الناتج، ماشي، هعمل له كالك تاني بقى، هعمل له مثلا علامة 9 9 9 9 8، اهو طلع لي ان هي بتقترب من 99% اللي هي تقريبا واحد، يعني الناتج واحد. خلاص، فهي الفكرة انا بقول لك المشكلة اهو وازاي بتتداركها، تمام، لحد ما تطلع لك ناتج. طب تعالى نشوف دي اصلا بواحد ولا لا، عشان برضو انت تتأكد. دي بالنسبة لك واحد على س ناقص الواحد ناقص 3، معلش احلها سريعا، س تكعيب ناقص واحد، يبقى س ناقص واحد تحليلها في س تربيع زائد س موجب واحد. هنوحد المقام، فانا احط هنا س تربيع موجب س موجب واحد، واحط هنا تحت برضه س تربيع زائد س موجب واحد، يبقى انا وحدت المقام. فانت كده عندك المقام س ناقص الواحد في س تربيع زائد س زائد واحد. خلاص، البسط بقى يا باشمهندس، ادي س تربيع موجب س، وهنا واحد ناقص 3 سالب 2. البسط ده هيتحلل، هيبقى س ناقص الواحد في س زائد الاتنين، شيل دي معلي، هعوض على س بواحد، يبقى واحد زائد اتنين هنا تلاتة، وهنا واحد تربيع زائد واحد زائد واحد تلاتة، تلاتة وتلاتة تلاتة على تلاتة فعل واحد. بص بص، 99% اللي تقريبا واحد، يبقى المسألة اتحلت. خلاص، فأنا بقول لك المشكلة هو اللي هتقابلك وتبدأ تحسب يا باشمهندس، ما تقلقش. تعالى نعمل اللي بعدها دي، مسألة جذر، أدي ألفا إكس زائد الواحد على أدي جذر ألفا إكس زائد الخمسة ناقص 2، تمام؟ هعمل له كالك، هنا بتقترب من السالب 1، فممكن أعمل سالب
علامة شوية تسعات كتير كده في الآخر 8 مثلا، طلعت بـ4، قيمة النهاية دي يا باشا بـ4 بس، خلصت وطلعت زي الفل أهي بدون أدنى مشكلة. تعال نشوف اللي بعدها، جذر ألفا إكس زائد الواحد ناقص الواحد على ألفا إكس كلك. طبعا دي بتقترب من الصفر، يعني ممكن نعمل شوية أصفار كتير وفي الآخر مثلا 1 كده. طلعت دي لو ضغطت اس دي علامة 4 9 9 49% لا تقريبا نص، يبقى بإذن الله قيمة النهاية دي بكام؟ بنص يا باشمهندس. خلاص يبقى أنت يبقى لازم تبقى وصلتك الفكرة اللي إحنا بنتعامل بيها. طبعا أنت لو ضربت في المرافق وعوضت، تعالى برضو نتأكد من واحدة جذر، لو أنا ضربت في مرافق البسط اللي هو جذر س زائد الواحد موجب واحد، وهنا جذر س زائد الواحد موجب واحد، جذر بجذر يديك تحت الجذر يبقى س زائد الواحد ناقص واحد على س في جذر س زائد الواحد، دي هتروح مع دي والس مع الس يبقى دي واحد على جذر س زائد الواحد. هتعوّر عن الس بكام؟ هتعوّر عن الس بصفر، خلي بالك في هنا 2، ده الناتج. طيب احنا تاني كده في س بره، طيب المفروض الناتج هيختلف، ادي جذر س زائد الواحد وهنا جذر س زائد الواحد اهو، فهنا بالنسبة لي جذر في جذر هيديني دي جذر س زائد الواحد موجب واحد، خلاص يبقى دي واحد على، هتعوض بصفر يبقى واحد واحد اتنين، فعلا قيمة النهاية دي بكام؟ بنص. تعال نشوف كده بعد يا باشمهندس، بيقول نهاية لما س تقترب من ده هتبقى واحد، س ناقص 3 ناقص 5 س تربيع زائد 7 س ناقص 3 على س كام ناقص 2 س تربيع زائد س، تخط. طبعا لما تيجي تجرب القسمة التركيبية يا باشمهندس هتلاقيها بالنسبة لي كام؟ هتلاقي في تحليلين وعاملين مشترك وليله كبيره قوي. طب ما تيجي نخلص القصه دي، تعالى يلا نكتبها بسم الله زي ما اتعودنا بقى سريعا. انت بقيت شاطر، ادي الفا اكس اس 3 انزل تحت لازم، ناقص 5 الفا اكس تربيع زائد 7 الفا اكس ناقص 3 على الفا اكس اس 3 ناقص 2 الفا اكس تربيع زائد الفا اكس. احنا كده كتبنا المساله بتاعتنا، هنعمل بقى كلك عند رقم قريب من الواحد وليكن ده مثلا اللي هو الرقم اللي مكتوب ده، واضغط يساوي طلعت معاك بسالب 2 يا باشمهندس بس. يبقى انت كده حليت مشكله مسالتك في ثانيه بامر الله. خلاص تعالى كده نشوف اللي بعده، بيقول لي الجذر الخامس، ماشي شيفت وعلامه الجذر اهو، الجذر الخامس لالفا اكس زائد 25 ناقص 2 على الفا اكس ناقص 7. دي كده المساله هي س بتقترب من السبعه، فاعمل له كالك اعمل له مثلا 7 شوية اصفار كده واحد، واضغط يساوي تطلع معايا بواحد على 80، يبقى اظن قيمة النهاية دي بواحد على 80 وخلصت. طيب كده جربنا الضرب في المرافق وجربنا القسمة التركيبية وانواع النهايات عادي. هو لو جالي ما لا نهاية، بص انت عارف ما لا نهاية سهلة، فانت هنا انت عارف الناتج اصلا 5 على سالب 7، يعني اصلا انت عارف ان الناتج سالب 7 على 5، انا عايز بس اعلمك تكتب على الآلة ازاي. بص هتكتب 5 وده الفا اكس اس 3 انزل تحت ناقص 3 الفا اكس زائد 6، الكلام ده عالي، 3 الفا اكس ناقص 7 الفا اكس اس 3، كده كتبت المسألة تمام كلك. ما لا نهاية دي أو موجب ما لا نهاية دي رقم كبير جدا، بص بقى بتعمل إيه؟ هتضغط واحد وتضغط الزرار ده، يعني 10 أس كام؟ اختار مثلا 10 أس 10، فأنت كده بتختار رقم كبير جدا وتضغط يساوي. بس بص طلعت معاك كام؟ أنا عملت إيه؟ سالب 5 على 7. ماشي، المعامل اللي فوق 5 على اللي تحت 7 يبقى سالب 5 على 7. طب تعالى كده نعمل اللي بعدها بنفس الطريقة يا باشمهندس. معايا كده شطة كسر وأدي الجذر التكعيبي لـ 8 ألفا إكس أس 3 ناقص 5 ألفا إكس زائد الواحد على 3 ألفا إكس ناقص الاتنين. خلاص؟ برضه هعمل له كلك. نفس الرقم متخزن اهو 1 في 10 اس 10، ممكن اقول له ماشي احسب عنده، فطلع لي لا الكلام ده علامه 6 6 6 7. انت عارف دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي 2 على 3. طب ما تيجي نتاكد، الجذر التكعيبي 8 ب 2 والمعامل هنا 3، يبقى فعلا 2 على 3. وصلت يا باشمهندس؟ وصلت بامر الله. فدي كده نهايه الدال عند ما لا نهايه. طيب تعال نشوف يا باشمهندس لو بقى عندي دوال مثلثيه، بتتعامل برضه على الاله بقى وعارف المسائل اللي بتعقدك دي برضه هنعملها على الاله، بس هنا في فكره هي. انت دلوقتي احنا عارفين ان الزاويه بتبقى تقدير دائري، فانا لازم احول الاله لتقدير دائري، فبعمل ايه؟ بضغط زرار شيفت، يبقى نهايه الدوال المثلثيه بالذات بضغط زرار شيفت وموت، وبختار رقم 4 راد، يبقى انا شغال بنظام الراديان، ادي 4
واشتغل بقى عادي جدا. يعني هتكتب شرطة كسر، هتكتب ساين 5 ألفا إكس، اقفل القوس، على 4 تان طبعا 3 ألفا إكس. قبل ما أجيب الناتج، احنا عارفين هنا المعامل هنا 5، المعامل هنا 3، يبقى دي 5 على 3 وفي 4 في المقام، صح؟ يعني المفروض الناتج النهائي دي ب 5 على 12. فأنا هعمل له كالك بيقول لك بتقترب من الصفر، يعني شوية أصفار كده وفي الآخر واحد، اضغط يساوي، طلعت ب 5 على ال 12، الناتج مظبوط. تعالى نعمل دي بقى. طب دي نتيجة ايه؟ انا لو قسمت بسطا ومقاما على س هتبقى 3 ناقص الاثنين على الخمس، يعني المفروض الناتج بتاعها بخمس. تعالى نتأكد، ادي ساين 3 اكس ناقص ساين 2 اكس على 5 اكس، كالك طبعا علامة صفر 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 صفر، شوية واحد يساوي بخمس، مظبوط كلام. شايف النهاية دي؟ الكود بتقعد تلعب فيها والدنيا والحوارات هنعملها، بس ركز بقى معايا عشان مهم. هكتب ساين الفا اكس اهو، تمام، على السين دي الفا اكس ناقص الباي شيفت وعلامه الباي عادي اهي. بص بقى هنعمل كالك فين؟ هي هنا بتقترب من 3 و14 من 100. طب انا عايز رقم قريب منه، بص هكتب 3 مثلا و14 واقوم عامل شويه اصفار كده واقوم كاتب 1 مثلا، فطلع لي بص بص سالب 99 تقريبا، يعني سالب 1 بس. انت خلصت؟ ولو عملت دي فعلا سالب 1، اما تيجي نعملها كده، انا اخلي البسط او المقام اخد منه سالب عامل مشترك فيفضل لي هنا باي ناقص س، واحول دي س في البسط اللي هي جايه باي ناقص الس، لان 180 ناقص في ربع الثاني والجمع موجب 180 ما اتغيرش، فهنا الزاويه شبه الزاويه، معامل على معامل، يبقى 1 على سالب 1 فادي كام؟ فالسالب 1. يبقى انت كده حليت مشكله المسائل دي بكل بساطه. تعالى نشوف الأخيرة، بس ركز إن إحنا في مود إرهاب. بيقول نهاية لما سين تقترب من الصفر، الكلام ده بص، 1 ناقص كوزين ألفا إكس زائد ساين ألفا إكس على 1 ناقص كوزين ألفا إكس ناقص ساين ألفا إكس، كلك طبعا هنا بتقترب من الصفر عادي، يبقى الصفر كده شوية أصفار 1، اضغط يساوي، طلعت لي بسالب 1، وفعلا الناتج ده بسالب 1 لانها تقسم هنا على السين وهنا على السين، ده بصفر وده بصفر، هنا على السين هنا على السين، يبقى 1 على سالب 1 فيها السالب 1. رجع بقى الآلة تاني، اعمل شيفت مود واختار رقم 3 اللي هي ديجري، خلاص طول ما انت مش شغال بنهاية الدوائر المثلثية. في حاجة تانية بنعرف نعملها على الآلة الحاسبة، ودي استنتاجية جميلة جدا ومش هتلاقي حد كتير قال لك عنها، الدالة الزوجية والفردية. هيجي لي في الامتحان دالة زي دي كده ويقول لي بين نوع الدالة دي من حيث كونها زوجية أو فردية. فتعالى كده اقول لك، دي س اسها زوج، دي س اسها زوجي، الثابت زوجي، يبقى هي داله زوجيه. طب اعرفها ازاي؟ بص يا باشمهندس هتكتبها على الاله، هتكتب الفا اكس اس 4 زائد 3 الفا اكس اس 2 زائد 5، وتقوم من زرار الكالك اختار اي قيمتين، انا هشتغل عند 2 وسالب 2. يعني مثلا اقول له احسب لما الس ب 2، لما الس ب 2 طلعت ب 33، اقوم عامل له كالك تاني احسب لما الس بسالب 2 فطلعت 33. طب مش احنا عارفين ان الداله الزوجيه داله العدد بتساوي داله سالب العدد، فطالما الرقمين طلعوا شبه بعض يبقى دي داله ايه؟ زوجيه. ايه رايك بقى في الحته دي؟ دي حته استنتاجيه مهمه قوي. دي مثلا جات لك في الامتحان وانت شايف فيها صعوبه، تمام، وخطوات كتير وبتاع، يعني اكتبها. يبقى دي 1 ناقص الفا اكس اس 5 زائد 1 زائد الفا اكس اس 5. هعمل كالك عند نفس الرقمين، اقول له احسب عند 2، طلعت 242 عند الاثنين. طب اقول له كالك عند السالب 2، طلعت برضه ب 242. طالما الرقمين شبه بعض يا باشا دي ايه؟ زوجيه، وانت قلبك مطمن. ايه رايك؟ يعني بيتهيألي انت كده مظبط. اللي بعدها تعالى نكتب دي كده، س اللي هي الفا اكس زائد 1 على س اللي هي 1 على الفا اكس، الكلام ده اس كام؟ اس 5. هقول له كالك برضه عند الاثنين يا عم، خلينا ثابتين على رقم، طلعت بالرقم ده اهو 97 و65 مثلا. طب انا هعمل له كالك تاني واقول له عند السالب 2، طلعت بده اهو اللي هو سالب 97 و65. الله عليك، لما العدد يطلع مره بالموجب ومره بالسالب يبقى داله فرديه، لان كده داله العدد بتساوي سالب داله العدد. طب تعالى نشوف دي برضه، ادي علامه الجذر التكعيبي لألفا إكس أس 3 زائد 2 ألفا إكس، كلام جميل، كلام جميل جدا وزي الفل. هعمل له كالك،
برضو مرة عند الاتنين مش هزعلك، فطلعت 2.28%، ومرة أعمل له كالك عند السالب 2 فطلعت سالب 2.28%، يبقى دي دالة إيه؟ فردية. طب تعالى نشوف دول، دي أسها زوجة ودي أسها فردية، فالمفروض دي ليست زوجية وليست فردية. هنكتب عادي جدا، أدي 3 ألفا إكس تربيع زائد 4 ألفا إكس زائد 1، خلاص أعمل له كالك عند الاتنين برضو فطلعت ب21، وأقول له كالك عند السالب 2 طلعت رقم مختلف تاني، ولا الرقم شبه بعضه ولا واحد بالموجب واحد بالسالب، يبقى دي ليست وليست. تعالى برضو نعمل الأخيرة، ألفا إكس تربيع ناقص 4 ألفا إكس، برضو والله هعمل لك كالك عند الاتنين فطلعت بسالب 4، هعمل لك كالك عند السالب 2 طلعت ب12، الرقمين مش شبه بعض أصلا، ليست وليست. خلاص؟ طيب تعالى بقى للتقيلة برضو، شوية حاجات كده بإذن الله مش هتلاقوهم إلا في الفيديو الخاص بينا. حل معادلات القيمة المطلقة، خلي بالك أنا بقول المعادلات، المتباينات على فكرة في الآلات الجديدة فيها حل متباينات، بجد والله، بس للأسف هي مش معايا، يعني الـ RX، وبرضه مش مع كل الطلبة، فإحنا شغالين على الآلة اللي معظم مع الطلبة، بص يا باشمهندس، حل معادلات القيمة المطلقة، أنا عايز أكتب دي، هكتبها إزاي؟ ركز معايا، تعالى بس نحل واحدة كده وأبين لك إن النواتج هتطلع معاك. القيمة المطلقة لـ س ناقص 2 بتساوي 3، فهتقول لي مرة س ناقص 2 بتساوي 3 ومرة س ناقص 2 بتساوي سالب 3، لما تودي دي يبقى س ب5، لما تودي دي يبقى س بكام؟ يبقى س سالب 3 وموجب 2 سالب 1، يعني المفروض الآلة تطلع لك 5 وسالب 1. بص يا باشمهندس هتعمل إيه؟ عشان أكتب المقياس بتضغط زرار الشيفت والهايب، أهو كتبنا مقياس، أكتب ألفا إكس ناقص 2. بص بقى عشان أكتب اللي يساوي بضغط ألفا وزرار الكالك، كتب لي يساوي وأقوم كاتب 3. هنا بقى مش بضغط كالك بس، شيفت كالك. طب هتحسب عند ايه؟ هتحسب عند حاجتين، الناتج وصفر المقياس. يعني مره هتقول له احسب لما الاكس ب 3 طلعت لك 5، هتقوم كده يا باشمهندس تاني شيفت كالك، هيقول لك احسب صفر المقياس، يعني اقول س ناقص 2 بيساوي صفر وادي دي يبقى س ب 2، يبقى لو احسب عند الاثنين طلعت بسالب 1. ايه ده الجمال ده يا باشمهندس؟ طب ما تيجي تعمل لي دي بقى عشان دي ظبطت معاك ودي مش هتظبط. عادي، شيفت هايب 2 ألفا إكس ناقص 3، ألفا كالك عمل لي يساوي كتبت 7، شيفت كالك هنا لازم شيفت كالك احسب، طبعا الناتج اللي بره 7 فضغط يساوي فطلع لي 5، فده كده عدد حلو. طب شيفت كالك صفر المقياس بقى، هقول 2 س ناقص 3 بيساوي صفر، ده هتروح يبقى ال 2 س بيساوي 3، هقسم على ال 2 يبقى س ب 3 على ال 2، يبقى عندي 3 على 2 اللي هي 1.5، اضغط يساوي هطلع لك سالب 2، يبقى خلي بالك طلع لك 5 وسالب 2 وانت ظبطت معاك، فتعالى نحلها. ادي 2 س ناقص 3 بيساوي 7، دي هتروح يبقى ال 2 س بيساوي 10 على ال 2 يبقى س ب 5، اول حل صح. او 2 س ناقص 3 بيساوي سالب 7، دي هتروح يبقى ال 2 س بيساوي سالب 4، اقسم على 2 يبقى س بسالب 2، تاني حل صح. طب بتنفع لما المقياس يساوي عدد بس؟ لا، حتى المقياس بيساوي قيمه مقدار جبري اللي بتعقدك. بص كده هتعمل ايه؟ ادي يا باشمهندس شيفت هايب الفا اكس كده، يعني الفا اكس ناقص 2 الفا يساوي الفا اكس زائد ال 4. بص يا باشمهندس شيفت كالك صفر المقياس هنا، س ناقص 2 بيساوي صفر يبقى س ب 2، اضغط يساوي هتطلع معاك بسالب 1. طيب صفر او العدد اللي بره ده هات لي الصفر بتاعه برده، يبقى شيفت كالك سالب 4، انا بجيب اصفار اللي بره طلع لي برضه سالب 1، يبقى دي لها حل واحد بس عند السالب 1، ولو جربت خطوات كتير هتلاقيها مظبوطه. طب تعالى نعمل بقى قيمه مطلقه بتساوي قيمه مطلقه، يبقى انا جايب لك الحالات كلها، يبقى انا هعمل شيفت هايب الفا اكس زائد 7، الفا يساوي شيفت هايب تاني الفا اكس ناقص 5، هعمله شيفت كالك احسب عند صفر المقياس الاول سالب 7 فطلع بسالب 1، طب هعمل له شيفت كالك صفر المقياس التاني اللي هو 5 اضغط يساوي فطلع برضه سالب 1، يبقى الناتج هنا سالب 1 فقط يا باشمهندس. خلاص، فدي كده حالات يا باشمهندس بنحل بيها معادلات القيمه المطلقه وتطلع لك الناتج اهو، بغض النظر انت لو معاك اجابات ممكن تجرب فيها الاجابات يا باشمهندس. طيب هو انت هتكتفي بكده؟ انت هتزقطط بعد الفيديو ده. بص هنحل المعادلات الاسيه بالاله الحاسبه، ركز لي بقى في الجزء ده. الجزء يا باشمهندس انا عندي حاجتين في المعادلات الاسيه، ممكن يبقى المجهول في الاس، ممكن يبقى المجهول في الاساس. لو المجهول في الاساس عايزك تركز في حته بسيطه، هنا مثلا س اس 2 على 3 بيساوي 25،
الأس ده ماله؟ زوجي. فالآلة هتطلع لك عدد، أنت هتقوم حاطط العدد التاني سالب العدد، مش فاهم أي حاجة. بص أنا عايز أكتب ده على الآلة، هعمل ألفا إكس أس 2 على 3، وأقوم كاتب ألفا كالك، كتب لي يساوي 25، هعمل له هنا بقى شيفت كالك، يعني حل لي المعادلة دي، وأقوم ضغط يساوي. معلش يا بطول في الأسس شوية، خلاص؟ تعالى نحلها بخطوات على هي طلعت لي خلاص، فهي كده طلعت لي سالب 125. تقوم انت واخد العدد الثاني بالسالب يبقى 125، ليه؟ لان الاس هنا زوج. طب ما تيجي نعملها بخطوات، ادي س اس 2 على 3، 25 دي 5 اس 2. طيب ده اس زوج، هرمي الناحيه الثانيه يبقى ادي س، يبقى موجب وسالب لان الاس زوج، يبقى ده 5 اس 2، وال2 على 3 تيجي هنا 3 على 2، ده تروح مع دي يبقى موجب او سالب 5 اس 3 اللي هي موجب او سالب 125. وصلت؟ طب لو الاس فرد زي دي، لا خد الناتج بتاع الاله بس، تمام؟ تعالى نعملها كده، ادي القوس اهو، 3 الفا اكس زائد 5، الكلام ده اس 3 على الاربعة، بعد كده يا باشمهندس الفا يساوي 8. عايز احل المعادله دي، شيفت كالك حل لي واضغط يساوي. زي ما قلت لك هي هنا بتتاخر شويه، تمام؟ ما تقلقش يعني، هي بتحسب الكلام ده على ما تحسب. هي طلعت اهي، هي طلعت 3 و6 7، يعني 3 وثلثين، خلاص 3 و67% اللي هي 3 وثلثين يا باشمهندس. لو حط هنا يبقى 3 في 3 3 في 3 ب 9 زائد 2، يبقى دي اللي هي 11 على ال 3، خلاص يبقى دي 11 على 3. لو انت حسبتها تلاقيها كده برضو مظبوطه بامر الله. طب بص بقى معايا، لو في مجهول في الاس، الله، وانت تعرف تطلعها عيب عليك. بص معايا هنا، كان مجهول في الاساس، وقلنا لو اس زوج بحط موجب وسالب، لو الاس فردي باخد العدد عادي. بص بقى يا باشمهندس، 2 اس س زائد 5 بيساوي 8 اس 3، دي لو انا عايز احلها اقول 2 اس س زائد 5، ال 8 دي اللي هي 2 اس 3، الكلام ده مرفوع لاس 3، يبقى دي 2 واسين فوق بعض اتضربوا في بعض يبقى 3 في 3 ب 9، تمام؟ س زائد 5 بتساوي 9، يبقى س ب 4. طب ما تيجي كده نشوف الاله هتحلها ولا لا، بس ركز معايا في اللي هعمله. ادي 2 وادي الاس الفا اكس زائد 5، الفا يساوي 8 اس 3. انا كتبت المعادله هنا بقى بعد قط شيفت كالك، بس بيقول لي احسب قيمه الاكس عند ايه. خلي بالك بقى ما تحطوش شيفت كالك على طول، لانها هتطول معاك وممكن ما تطلعش تاني، ممكن تطول معاك وما تطلعش. انا هعمل شيفت كالك الاساسي، الاساسي هنا اللي هو 2، فاقوم كاتب له 2 ومضغط له يساوي، خلاص. فانا هسيبها حبتين برضو زي ما قلت لك، اهي طلعت ب4 الحمد لله. قيمه السين بكام؟ بس جميلة جميلة. طب مثلا سؤال زي ده هتقعد تفك وتعوض. بص 2 اس س ناقص 1 بيساوي 5، طب انا هضغط 2 اس الفا اكس ناقص 1 الفا يساوي 5، واعمل له شيفت كالك الاساس هنا اللي هو 2 يساوي، هيطلع لي قيمة الس، فهو عايز مني 4 اس س، اهو الرقم ده سيبك منه، فهو 4 اس الانصر اهو، يبقى 4 اس س، واقوم ضغط يساوي، الناتج 100، جبت الناتج مباشرة. طب دي كنا المفروض عارفين ان هنا بناخد سالب عامل مشترك ونزله على الاساس عشان نخلي الاسس شبه بعض. طب هنا يا باشمهندس عايز اعملها على الاله اهو، ادي 5 اس الفا اكس ناقص 3 الفا يساوي 4 اس 3 ناقص الالفا اكس، خلاص كتبتها شيفت كالك الاساس. انا اساس بقى اي واحد فيهم، اضغط 5 مثلا، يبقى انت احسب عند الاساس 5 كده، هتلاقيه ان شاء الله يطلع لك السين ب 3. يلا يا عم احنا مستنيينك، اهي ب 3. طب لو كنت عملت له الاساس الثاني، يعني شيفت كالك قمت كاتب له عند الاربعه مثلا، باذن الله يطلع لك برده كام؟ عند ال 3. طب انت فاكر انواع المسائل دي اللي بناخد فيها عامل مشترك؟ اهي طلعت 3 اهي، عامل مشترك والدنيا تكبر معاك وتقول يا باشمهندس مش عارف اتعامل، تعالى نعملها. ادي 5 اس الفا اكس زائد 1 زائد 5 اس الفا اكس ناقص 1 الفا يساوي 26، شيفت كالك عند الاساس هنا اللي هو كام؟ 5، اضغط يساوي، تطلع معاك باذن الله. طبعا هي بالمنطق هيبقى السين بواحد، لان هنا ب 5 اس 2 ب 25، ودي هتبقى 5 اس 0 بواحد، 25 زائد 1 26، والمفروض انها تطلع بواحد. سيب الاله براحتها خالص خالص تتعامل، طلعت اهي بواحد، يبقى الاكس بكام؟ بواحد، يبقى قيمه السين بواحد. بص بقى معايا في ملحوظه برضو، يعني بقول لك بص الملاحظ كمان،
لما تلاقي سنتر بيع الآلة هتطلع لك واحد والتاني بمجهودك زي ما أنا كاتب لك كده. يعني إيه بمجهود يا باشمهندس؟ تعالى أقول لك بكل بساطة. يعني هنا مثلا أنت عارف لما يبقى حاجة أس حاجة والناتج واحد يبقى الأس بصفر، تمام؟ فأنت المفروض بتاخد المعادلة دي تقول لي سنتر بيع ناقص س ناقص 2 بيساوي صفر، أقوم أحللها على الآلة أو أحللها بإيه، دي س ناقص 2 زائد 1 بيساوي صفر. يبقى أنت عندك يا إما الس ب2 يا إما الس بسالب 1. فهي الآلة هتقوم جايبة لك رقم، تمام؟ طبعا أنا بقول لك في مسائل أكبر من كده كمان، أدي نص أس الفا اكس تربيع ناقص الفا اكس ناقص 2 الفا يساوي 1. هعمل طبعا شيفت كالك عندي الاساس هنا اللي هو كامل هو نص. الاله تقوم مطلع لك رقم، انا هقول لك دلوقتي بعد ما بتطلع الرقم ده هتعمل ايه. الاله طلعت لي ب2، طب مش انت عارف ان الاس ده بصفر؟ تمام، يبقى انت عرفت ان في جذر منهم ب2، وصلت؟ يبقى انا بالنسبه لي لما اعمل هنا 2 بصفر، فانت كده عرفت ان في قوس س ناقص الاثنين. حلو، يبقى القوس الثاني الس تربيع تتضرب في كام؟ في س. طب السالب 2 تتضرب في كام عشان تبقى سالب 2؟ اكيد 1. يبقى انت عرفت القوس الثاني، يبقى ده موضوع الثاني بمجهودك. طب دي مثلا هنا لو انا جيت كتبتها، طالما في س تربيع اعرف ان في حلين، ادي 5 وادي الاس الفا اكس تربيع ناقص 5 الفا اكس، تمام؟ الفا يساوي علامة 16، شيفت كالك عند الأساس اللي هو 5، تلاقي الآلة المفروض طلعت لك حل واحد. طب تعالى نجيب التانيين، 16 من 1000 دي اللي هي 16 على 1000، تمام؟ تمام، اللي احنا المفروض نكتبها، طبعا الآلة طلعت لي 4 أهو، والمفروض يبقى في حل تاني، دي اللي هي 2 أس 4، ودي بالنسبة لي ده 10000 طبعا، دي اللي هي 10 أس 4، يعني 2 على 10 اللي هي 5 الكل أس 4. اللي هي 5 أس سالب 4، أساس بيساوي أساس يبقى الأس بيساوي الأس، يعني س تربيع ناقص 5 س، وأدي السالب 4 يبقى زائد 4 بيساوي صفر، لو حللت دي فتبقى س ناقص 4 في س ناقص 1 بيساوي صفر. يبقى أنت بالنسبة لك إن الس ب4 ده حل والس ب1 ده حل. طب أنا أجيب الحل التاني منين يا باشمهندس؟ زي ما قلت لك هتعوض في المعادلة، يبقى أنت عرفت إن في قوس س ناقص 4 تجيب الحل التاني. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. فاكر نوعية المسائل دي؟ آه، انا بقعد افك فيها واحده مش مهندس اغلط وما بعرفش اجمع الاسس، ما تيجي نكتبها على الاله كده واوريك هتتحل ازاي معاك بكل بساطه. بص معايا، ادي 4 اس 2 الفا اكس زائد 1 في 2 اس 1 ناقص الفا اكس على 8 اس الفا اكس زائد 2. كتبت المساله. بص يا باشمهندس، هنا بتقوم كاتب كلك كلك كلك، بس احسب. طيب هحسب السين عندي كام؟ اصغر اساس اصغر اساس اصغر عدد هنا اللي هو 2، تقدر تساوي كده يا باشمهندس، ده الناتج يا باشا وحياة ربنا. اه طب شايف دي اللي انت لو حاولت فيها الوقت هتقعد تفكر ومفيش فيها جامعه تحت، طب انا اطلع لك النتيجه دلوقتي. يلا بينا، يلا بينا بنفس المنطق. ادي 3 انها مش شرط الكاس، 3 في 2 اس س يبقى 2 اس الفا اكس زائد ادي جذر 4 أس ألفا إكس زائد الاتنين. شفت شكلها يخد إزاي؟ أدي 2 أس ألفا إكس زائد 3 ناقص 6 في 2 أس ألفا إكس. شايف الشكل يخد إزاي؟ أصغر أساس هنا 2، دي 2 والأربعة دي تحت الجذر ممكن تبقى 2، فأنت أصغر أساس شايفه 2، فأعمل له كالك عند الاتنين يساوي 7 على 2. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ اللي بعده يا عم يلا بسرعة. ها شايف دي برضه يا باشمهندس؟ طبعا النون دي اللي انت هتكتبها الفا اكس عادي جدا. ادي 27 اس الفا اكس زائد 1 في 16 اس الفا اكس في 9 اس 3 الفا اكس. طبعا بشيل النون دي واعمل اكس، تمام؟ فنتاكد كلنا صح. تمام، هنا على 16 اس الفا اكس زائد 1 في 27 اس الفا لا او 3 الفا اكس. فدي كده المساله بتاعتنا يا باشمهندس، تمام؟ طبعا انت شايف 16 و27 و27 و16 و9، فانت اما هنا ممكن اصغر اساس عندك اللي هو 9، فانا هعمل له كلك كده عند ال 9 طلعت ب 27 عن ال 16. خلاص، يبقى دي بالنسبه لي يا باشمهندس المسائل دي وريتك ازاي هي بتتحل بكل بساطه يا باشمهندس. خلاص، طبعا التسعة دي 3 أس شوية. مثلا لو أنا جبت المسألة، تمام،
وقمت قايل له يا باشمهندس كلك برضه كلك تاني، وقمت عامل له ان هو يحلها عندي مثلا، انا عارف التسعه دي تلاته اس حاجه، انا عندي التلاته، بص 27 على 16 برضه، فما تقلقش من النقطه دي. اخر حاجه، ايه ده ايه ده، هو ده كمان معانا طبعا يا باشا، اللوغاريتمات. اللوغاريتمات خصوصا المعادلات حل بالاله الحاسبه، تمام، ركز بقى معايا فيها. اللوغاريتمات دي بقى اسهل حاجه هنحلها بالاله الحاسبه، بتتحل طبعا بشيفت كالك. يعني مثلا سؤال زي ده، سؤال سهل خالص اصلا، بس هوريك ازاي بتحل. طبعا لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 2 لوغاريتم 3 في 2 ب 6، ده لوغاريتم وده لوغاريتم، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه. طب انا عايز اكتبها على هنا، بص معايا، ده لوغاريتم معتاد، فانا هكتب لوغاريتم الفا اكس واقفل القوس، الفا يساوي لوج 3 زائد لوج 2 اهو، واعمل شيفت كالك بس يساوي باذن الله تطلع لك 6. يبقى اذا السين بكام؟ ب 6. قلت لك اصبر على الاله في الحاجات دي، اهي طلعت بكام؟ ب 6. مسألة طويلة، هنقعد نضرب ونحلل وهيصة كبيرة أوي ساعتك، صح؟ تمام، تعالى نحلها. ده طبعا لوغاريتم أساسه 3 وجوه س يبقى ألفا إكس، زائد أدي لوغاريتم أساسه 3 وجوه ألفا إكس زائد الاتنين، بره بقى ألفا يساوي 1، شيفت كالك يساوي، هيطلع لك الس بأمر الله. ويبقى أنت كده خلصت المسألة أهو، أنت بس بتقعد تقول لها استني وبإذن الله هتطلعها لك الس ب1. عايز اقول لك لو في حلول سالبه اصلا هي بتستبعد. طب تعالى نشوف اللي بعدها، دي شكلها يخد صح وطويله وتاخد مننا وقت. اهو ده هو باشمهندس، لوغاريتم الفا اكس زائد الاثنين زائد لوغاريتم الفا اكس ناقص الاثنين، الفا يساوي 1 ناقص لوج 2، لوج 2 اهو كده، شيفت كالك، احسب يا عم قيمه الاكس اللي هي قيمه السي. يلا يا عم ده كده انتظار بس، خلاص يعني انت بتضيع وقتك في الانتظار يا باشمهندس. وقلنا كل ده لا يغني ان انت لازم تبقى فاهم طريقه حل المساله بتاعتك، خلاص الاله طولت قوي. طب ما تيجي كده نتسلى فيها، الاله طلعتها اصلا س ب3، خلاص. طبعا دي لو انت جيت تحلها يا باشمهندس، دي س زائد 2 س ناقص 2 هيتضربوا في بعض، يبقى س تربيع ناقص ال4 جوه اللوغاريتم، والواحد ده اللي هو لوغاريتم 10، لوغاريتم 10 ناقص لوغاريتم 2 اللي هو لوغاريتم 5، اللي جوه هيساوي اللي جوه، يبقى س تربيع ناقص ال 4 بيساوي 5، وادي دي يبقى س تربيع ب 9، خد الجذر يبقى س بموجب وسالب 3. طبعا هتستبعد السالب لان اللي جوه ما ينفعش سالب، يبقى فعلا الحل ب 3، مش بكتب عليك. طب دي لوغاريتمين جوه بعض والمسائل اللي بتخضنا يا باشمهندس في الامتحان، ايه المشكله؟ انت تكتب اللوغاريتم الاساسي اللي هو اساسه 3، وتقوم داخل جوه كاتب 4 زائد كمان لوغاريتم اهو اساسه 2 وجواه س، يبقى دي الفا اكس، الفا يساوي بره 2، احسب شيفت كالك بس. يبقى انت كده خلصت المساله، شايف المساله شكلها معقد ولوغاريتمين جوه بعض، ولكن هتطلع لك بكل بساطه يا باشمهندس، خلاص. يلا 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 32، يبقى قيمه الس بكام؟ ب 32. طب دي فاكر بقى نقعد نعمل دي 2 اس 2 نطلعها بنص، ودي 3 اس 2 تطلع ب 2، يبقى دي لوغاريتم 3 للاساس 2 يبقى السين ب 3. طب ما تيجي نعملها على الاله يا باشمهندس، ادي لوغاريتم اساسه 2 جوه الفا اكس، ادي الفا يساوي، ادي برضو لوغاريتم اساسه 4 جوه 9، شيفت كالك، وباذن الله تطلع معاك 3 زي ما احنا قلنا يا باشمهندس. دي كده قيمه السين بتاعتنا اللي هي المفروض تطلع بكام؟ تطلع ب 3. اللي بعده يا باشمهندس، تعالى نعمل اخر واحده بقى، لوغاريتم اساسه 4 وجوه س، تمام، الفا يساوي هنا 1 ناقص، بسم الله، ادي يا باشمهندس دي كلها جوه القوس، ماشي، يبقى ده لوغاريتم تاني اهو اساسه 4 وجوه القوس الفا اكس ناقص 3، شيفت كالك. يلا يا باشا، يبقى هنا قيمة السين بكام؟ مستنيين الآلة يا باشمهندس تطلعها، يبقى احنا كده زي الفل بأمر الله. تيجي نتسلى ونحل دي، مفيش أدنى مشكلة معايا، ونتأكد برضو إن حل الآلة صح. مبدئيا الواحد ده أنا ممكن أخليه لوغاريتم 4 لأساس 4، يبقى لوغاريتم س لأساس 4 بيساوي، طبعا ده طرح يتحول لاسم، طبعا الآلة طلعتها بـ4، هنا 4 على س ناقص 3، آدي اللوغاريتم، طبعا اللي جوه هيساوي اللي جوه، يبقى س بتساوي 4 على س ناقص 3، هضرب مقص يبقى س تربيع ناقص 3 س بيساوي 4، هندخلها بقى ناقص 4 بيساوي 0، هنحلل دي يبقى س ناقص ال 4 في س زائد ال 1 بيساوي 0، يبقى إذا الس ب 4 الس بسالب 1 مرفوض، يبقى فعلا مجموعة الحل 4
والآلة طلعت الأربعة، يبقى أنا كده كلامي مظبوط. ده كده يا باشمهندس ختام الترم، ختام الترم الأول معانا بفضل الله. مفيش فيديوهات تانية هتنزل الحمد لله، أعتقد إن إحنا بفضل الله وكرمه مفيش حد عمل الشغل اللي إحنا عملناه، شرح منهج بالكامل حتى لو من السنة اللي فاتت، سيبك من دي، حل الإخطار بالكامل من الكتاب الجديد، حل المقال بالكامل من الكتاب الجديد، حل الاختبارات التراكمية بالكامل من الكتاب الجديد، حل امتحانات المحافظات بحث وتطبيقية من الكتاب الجديد، مراجعات وصلت مدتها تقريبا لحد دلوقتي داخلين في 18 ساعة تقريبا، بفضل الله شغل بالآلة الحاسبة، بفضل الله هو ده شغل الترم الأول معانا. ده ختم الفيديوهات في الترم الأول، شكرا على خير الترم الثاني، ترم مهم جدا وقصير، وهنبتدي فيه فور الانتهاء من الامتحان، كده كده الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله القديمة لو أنت عايز تسبق، ولكن أنا هشتغلك بمعدل كويس جدا جدا بأمر الله ونمشي بنفس الريتم اللي إحنا شغالين بيه. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى إن أنا أكون أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، إذا لو استفدت اشترك في القناة وفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، أشوفك على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات وشكرا جدا.